يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. يقال ان القهوه انثى سمراء مخلصه وانيقه، ان احتجتها تجدها. فكوب قهوه مختلف ليس في نوع البن الذي يستخدم لتحضيره فقط، بل في نوعيه النكهات الجديده التي ابتكرتها شابه سعوديه بعد ان ورثت خبرتها الطويله من والدها، والتي تحدثنا عنها بالتفصيل. مزاج النكهات في هذه القهوه وما هي اسرارها، هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا اللقاء مع ضيفتنا من استديوهات جده علا ديري. يا اهلا وسهلا فيك يا علا في سيدتي. اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير. مساء النور علا. يعني في البدايه حابين لو تخبرينا عن علاقتك بالقهوه، كيف ابتدت ومتذوقه ام كنت صانعه؟ انا صراحه حكون صريحه معك، يمكن انتقلنا من حكايه بدايه متذوقه بعدين انتقلت الى صانع. متذوقه بحكم الله يرحمه الوالد كان عنده محلات محامص ومطاحن معروفه في المدينه، فكان دائما موضوع القهوه التركي بالذات يعني هو الشغل الشاغل في البيت طول الوقت، فكنا دائما عايشين جو القهوه، تحميص دوغ حمص طحن طول الوقت. حتى يعني نظامنا في البيت تقريبا انه لا يقل مرتين او ثلاثه يوميا انه احنا لازم عندنا القهوه التركي. فكان الواحد خلاص صار عنده تذوق للقهوه، مجرد ما انه خلاص ندوق اول شفه نعرف انه هذه القهوه كويسه او انها من النوع الردي. حتى لما كانت تجينا من خارج السعوديه احيانا نعرف خلاص ندوق، لا هذه كويسه، لا هذه يبغى لها حمص زياده، لا هذه يبغى لها هيل زياده. بهذا الاسلوب. ممتاز. فهذه كانت بدايه متذوقه. بعدين سبحان الله انتقل الى موضوع صانعه، يعني صار انه هو مجال شغلي ومجال عملي. فكان في بحث اكثر، تخصص اكثر في هذا الموضوع. طيب علا، اخذتي دورات انك تعرفين كيف تفرقين بين انواع القهوه؟ لا، هي صراحة ما هي حكاية دورات، هي أكثر تعتمد على الخبرة. يعني صرنا إحنا خلاص لما ندوقها مجرد الواحد صار يحط حبة البن في فمه يعرف إنها هذه من النوع الممتاز، أو هذه تكون مخزنة صار لها فترة طويلة، هذه من النوع الجيد أو الرديء. فتعتمد على الخبرة أكثر. يعني رح نتعرف على طرق يعني البن كيف نقدر نعرف إنه هو طازج أو غير طازج أو جيد أو غير جيد، لكن قبل أبي أعرف كيف ابتدت معك فكرة إضافة نكهات للقهوة. يعني القهوة العادية التركية معروفة، لكن إضافة نكهات لها وخلطات، حابة لو تكلمين عنها وتكلمين المشاهدين. حتى إحنا كانت سبحان الله البداية كان يعني ما تخيلنا ممكن ندخل في هذا المجال. إحنا أول ما نزلنا على الانستغرام كنا نبيع، أو إنه حتى في البازارات نزلنا بالقهوة التركي فقط بالهيل، فكانوا الناس يجوا يقولوا طيب أوكي مرة طعمة ولذيذة وجدا رائعة، بس إيش يفرقكم عن المحلات الثانية؟ فصرنا نفكر نقول لا لازم نتميز، إحنا بحاجة ثانية. صرنا ننزل حاجة اسمها التحويجة. التحويجة اللي هي حاجة تديك طعم مميز للقهوة بنفس الوقت ما حتفقدك طعم القهوة، بس في حاجة مميزة لما تشربيها كذا تعدل المزاج على قولهم. صحيح. فنزلنا بتحويجة المستكة، تحويجة جوزة الطيب. بعدين صاروا الناس يتطلبوا يقولوا لا ليش ما تدونا نكهات؟ فاحنا استغربنا اول، قلنا قهوة تركي لو دخلنا فيها اي نكهة ثانية حيختفي. فقلنا لا نحاول ونجرب، فصرنا نحط قدامنا كل المكونات ونحاول انه ما يطغى حاجة على حاجة. ممتاز. زي ما بدينا بالبندق اول شيء. والحمد لله مشي معانا الموضوع، وحتى يعني انه الناس مره حبوه وكانوا يشجعونا دائما انه انتم مشروعكم مره رائع، فكره جديده، واستمروا عليها. يعني يمكن كان تشجيع من الناس والعملاء انكم تضيفون نكهات للقهوه التركيه، لكن علا من هو اللي يقرر ان الخلطه اللي تسوونها ناجحه؟ هل مثلا يعني تسوين تجارب قبل مبدئيه للناس اللي حولك، ولا انت تجربينها بنفسك؟ لا صراحة أنا بداية مشروعي كانت أنا وأختي. أنا كان بالنسبة لي أنه أنا أحضر الخلطة، وهي بالنسبة لها كانت أنه هي دائما هي اللي تدوق وتعطيني الأوكي على أنه هذه القهوة كويسة أو لا. فنحط قدامنا كل العين، كل المكونات الأساسية، ونبدأ نعادل، نزيد ننقص، ونسوي دائما تجارب على طول، تجارب إلين ما نوصل للنكهة اللي نحسها أنه هي التوب يعني. بعدين نبدأ ننزلها على السوق. بما انك فتحتي موضوع التجارب علا، يعني اكيد يعني لازم يكون مرت موقف يمكن محرج شوي او طعم شوي مو حلو، حابه تكلميني اذا كان مر معكم موقف غريب بالنسبه للتجارب.
مرة طلبت مننا أخت في الانستغرام وأخذت تحمست وأخذت من القهوة، بعدين رجعت رسلت إنه قهوتكم ما هي كويسة، إنه ما عجبتها وكذا. فقلت لها طب أنت إيش الطريقة اللي استخدمتيها عشان تسوي القهوة؟ فكان نفس أسلوب تحضير القهوة كان غلط، فديناها الخطوات، اتبعت الخطوات وبعدين مدحت فينا مرة كثير وصارت مستمرة معانا الزبونة للآن يعني. طب إيش هي الخطوات الصحيحة لعمل القهوة التركية؟ كمان ليها دور. القهوة التركية أهم شيء إنه تتسوى على البارد. تحطي القهوة، تحطي السكر، معيار القهوة معيار السكر على البارد، بعدين ينحط على النار. يعني مويه بارده تحطوها على النار، يعتبروها زي القهوه العربي. ايوه مويه بارده، يعتبروها زي القهوه العربي، يسيبوها تفور. يجوا يتصلوا علي يقول ما تطلع لنا وش زي ما انت بتنزليها في الحساب، وش على القهوه في الفنجان وش حلو. فصرنا نقول لهم لا خليكي واقفه، القهوه التركي تحتاج مزاج وهدوء. الين لما يطلع لك الوش على طول شيلي الركوه من على النار وصبيها بالفنجان. يعني طريقه مختصره لمحبي القهوه. طيب يعني ايش سر الوش في القهوه علا؟ في سر الوش يعتمد على جوده البن. جوده كل ما يكون البن جوده اعلى، وكمان يكون محموص ومطحون طازه هيعطيك رغوه غنيه اكثر. ممتاز. يعني يمكن احنا تعرفنا على طريقة التحضير لكن ما تعرفنا على الطرق أو المراحل اللي تمر فيها القهوة، يعني من مرحلة التحميص. وقهوة البينو عندكم تقريبا اسمها؟ احنا منتجنا اسمه بونيتو. بونيتو. ايش هي المراحل تمر فيها قهوة بونيتو؟ بونيتو كافي. احنا بالنسبة لنا اعتمدنا في قهوتنا على نوعين الحمص، الوسط والغامق. ما اعتمدنا على الفاتح لانها هي ما اعطتنا طعم يعني قوي بالنسبة للقهوة، فاعتمدنا على الوسط، الحمص الوسط والحمص الغامقة. صرنا احيانا يا اما نحطها وسط سادة او نخلط ثلاثة ارباع وربع حسب نوع النكهة، كل نكهة لها خلطة معينة بالنسبة لدرجات الحمص. ممتاز. بعد ما نحمص القهوة نبدأ بالمرحلة الثانية اللي هي لما نيجي مرحلة التحويجة. نضيف التحويجة بعدين نطحن. عشان تكسب طعم أكثر. أما بالنسبة للنكهة يتم الطحن بعدين يتم خلطها مع النكهات. جالسة تعطينا أسرار شوي علا وللمشاهدين، لكن يعني أكيد لما نقول قهوة وناس كثيرة تحبها والمجتمع العربي يحب القهوة التركية بشكل كبير وأيضا القهوة العربية، لكن يمكن في ناس درجوا أو يعني أضافوا القهوة التركية للمناسبات، في أفكار جديدة بالنسبة لإضافة القهوة التركية للمناسبات؟ هي صراحة على قولك أول ما بدأت إنه القهوة كانت فقط عربي، بعدين انتقلوا للكابتشينو، والآن حديثا دخلوا القهوة التركي. فإحنا قلنا نكسب هذه إنه دخل القهوة التركي على المناسبات، فسوينا زي عينات زي توزيعات، قلنا تتوزع زي هدايا للضيوف. كان في البداية أول ما بدأوا الناس شافوها كانوا يستغربوا إنه قهوة نوزع قهوة في مناسبة، بعدين لا بالعكس انه انبسطوا منه وصاروا يطلبوا انه شيء مره مميز وشيء غريب يعني، وبنفس الوقت يستفيد منه الضيف. حلو. يعني القهوه في التوزيعات احس فكره جميله وجديده نوعا ما، لكن علا حابين نستغل يعني وجودك ونستفيد من خبرتك اكثر، كيف نقدر نختار القهوه الجيده من بين الاصناف الموجوده عندنا؟ يعني وايش هي الطريقه الانسب لحفظ البن لمده اطول؟ هي صراحة بالنسبة للإنسان العادي لو حطينا قدامه كل أنواع القهوة صعب التفريق بينها، بس أنا دائما أنصح الناس إنه لما بيروح يشتري يروح على محل متخصص في بيع البن، ليه اسمه وليه مكانته عشان ما يغشوه فيها، لأنه أفضل أنواع البن هو عنده البن البرازيلي، فلو نحط قدامه البرازيلي أو نوع رديء ما حيقدر يفرق إلا إذا كان واثق من نفس الإنسان اللي بيشتري منه. فأنا أنصحهم دائما إنه يتوجهوا لمكان متخصص في بيع البن. ثاني شيء انهم يختاروا البن البرازيلي، هو افضل حاجه الان موجوده تعطيه نكهه قويه للقهوه. ثالث حاجه كمان انه ياخذ حبه بن ويجربها في فمه، لانه الطعم له دور كبير ايضا في اكتشاف مدى جوده وانه هذه القهوه طازجه او مخزنه من فتره طويله. اكيد طبعا. يعني علا دين وبالنسبه تفضلي. بالنسبه لطريقه الحفظ دائما نقول للناس عشان تحفظوها لفترة طويلة، أول شيء لا تاخذوا كميات كبيرة، خذوا كمية بسيطة لاستخدام على مدى قريب يعني. تحفظوها في الثلاجة في علب من الزجاج أحسن.
عشان تقعد لكم تكسب لكم الطعم، تفضل فيها طعمها وريحتها كمان. هذا هو أهم شيء في القهوة، يعني طعمها وريحتها، ومثل ما يقولون علا، يعني لولا مرارة القهوة لما استمتعنا بطعم الحلوى، وهكذا هي الحياة. مبتكرة نكهات القهوة علا ديري، شكرا لك. مشاهدينا بالتأكيد فقرات سيدتي مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل حديث عن فن الميكس ميديا وتميز المرأة فيه وعلاقته بالمشاعر والإبداع.